مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الزراعيه الان. طبعا كلنا متابعين في الفترات الاخيره قد ايه انه في تقلبات مناخيه كبيره جدا، وكمان في عوامل تانية محيطه بينا ممكن تاثر على حياتنا بشكل عام، وتحديدا يا سيدي بشكل خاص النهارده احنا بنتكلم على الافات اللي بتظهر اكتر في فصل الصيف. طيب انت كمان عندك عوامل كتير جدا ممكن تخليك تتأثر بهذه التقلبات الجوية اللي ممكن تكون عامل من العوامل اللي تخلي الآفات تنشط شوية، لأنه في بعض الآفات بكتيرية وبعض الآفات كمان حشرية، فبالتالي انت محتاج تكون على وعي عالي جدا وعلى دراية بكل طرق المكافحة. انت عندك كمان عوامل كتير ممكن تخلي الافات دي او المشاكل اللي بيتعرض لها المحصول تزيد كمان في فصل الصيف، منها عوامل طبيعية، عوامل حيوية، عوامل كمان طبوغرافية، على حسب كل مكان ممكن يكون موجود فيه المحصول. كمان انت عندك محاصيل مهمة في فصل الصيف زي الذرة والرز وفول الصويا والقطن وحاجات تانية كتير، فتفتكروا بقى مفيش حاجة تخلينا نهتم بالآفات الزراعية؟ طبعا كل العوامل دي لازم تخلينا نهتم اهتمام كبير جدا بالمكافحة الزراعية. هنتكلم بتفاصيل أكتر النهاردة عن طرق المكافحة بالطرق المختلفة، وعارفة أن في ناس كتير نفسها أنه تكون المكافحة بالطرق الحيوية وأن احنا ما ندخلش مبيدات أو أي مؤثرات فيها مثلا مواد كيماوية، ده في بعض الأحيان ممكن يحصل، لكن في أحيان تانية كتير بتكون طبيعة المحصول بتحتاج لتدخل في مواد كيماوية زي المبيدات وغيره، بس ده يخليك برضو ما تقلقش، لأن كل مبيد أو كل طريقة خاصة بالمكافحة اللي فيها مواد كيماوية بيكون في تعليمات، في حقول إرشادية، كمان احنا بنركز جدا مع المزارع على فترة الامان الحيوي اللي هو ما بعد استخدام المبيد، فما تقلقش ابدا لما تسمع انه بيتم رش مبيدات، لان دي طبيعة الحياة ومن زمان ومن الاف السنين بيتم استخدام المكافحة، بس ايه بالمواد المختلفة اللي ظهرت مع تطور الزمن. فبالتالي النهاردة هنركز جدا على المكافحة الخاصة بالافات الصيفية، وإن شاء الله كمان دي هتكون التفاصيل اللي هنتكلم فيها في فقرتنا الحوارية. ركزوا جدا، والسادة المزارعين اللي عندهم محاصيل صيفية تابعونا بمنتهى العناية والحرص النهاردة عشان تعرف تفاصيل أكتر عن المكافحة الصيفية للأفات، وهيكون معانا هامة وقامة وعلامة في مجاله أكيد هيفيدنا بشكل كبير في موضوع المكافحة الخاصة بالأفات الصيفية للمحاصيل المختلفة. تعالوا بقى نروح لأخبارنا النهاردة، معانا أخبار كتير، وأول خبر عن بروتوكول تعاون بين ثلاث وزارات، وده لتوزيع رؤوس الماشية على صغار المربيين. وقعت وزارة التضامن الاجتماعي والأوقاف ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون مشترك النهاردة صباحا يوم الاثنين، في إطار اهتمام الدولة طبعا بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفي ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة. وطبعا الهدف من البروتوكول هو توفير رؤوس الماشية من الأبقار المنتجة ثنائية الغرض، وده طبعا لتوزيعها على صغار المربيين بغرض إنتاج الألبان واللحوم. وكمان أوضحت التضامن في بيان لها أنه بيتم توفير رؤوس الماشية بمختلف محافظات الجمهورية للأسر الأكثر احتياجاً، وده بهدف تحقيق خطة طموحة بتهدف لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة الألبان واللحوم الحمراء. طيب احنا كمان هناخد تفاصيل أكتر عن هذا الخبر في تقريرنا اللي جاي، تابعوا التقرير وارجعوا لي مرة تانية. هذا البروتوكول الهدف منه الحقيقة بيهدف إلى عدة نقاط: الإسهام في توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من حيث تحسين الدخل، والحياة التجربة بتقول زي ما احنا بنساعد الطبقات الأكثر احتياجا
أيضا هناك طبقات تكون مساعدتها أيضا بترفع من وضعها الاجتماعي والاقتصادي، اللي هو الإنسان اللي عنده قريب من الحد الأدنى ويحتاج إلى تحسين الدخل بصورة أفضل. فإحنا بنستهدف إن الناس اللي هم طبعا معالي وزير الزراعة جلسنا أكثر من جلسة الحقيقة، وهو رشح سيادة نائب الوزير وقعدوا أعداد طويلة جدا، هنستهدف مين في المشروع ده؟ عشان إن تربية الحيوانات لابد إن يكون واحد عنده مكان، معالي وزير هيكلمنا عن هذه الضوابط. فإحنا الحقيقة قلنا هنوفر من كان الهدف الحقيقة إن إحنا قلنا هنوفر 50 مليون جنيه من باب البر من الأوقاف نستهدف فيها الأسر الأولى بالرعاية في مجال تنمية الثروة الحيوانية. طبعا هذا المشروع يعني خلونا نقول إن هذا المشروع بيأتي تنفيذا لمبادرة فخامة السيد الرئيس لما بنعرض عليه المشروعات بصفة مستمرة، كان عنده رغبة أكيدة إن هو يعمل عملية تحسين السلالات وإحلال رؤوس الماشية لدى صغار المربين والمزارعين. يعني عندنا مبادرة كبيرة اللي هي توجيهات فخامة السيد الرئيس إن إحنا نعمل تحسين السلالات لدى صغار المزارعين والمربين، وإحنا عندنا مجموعة من المبادرات التي تحقق هذا الهدف. ويمكن أنا وزملائي في وزارة الزراعة عندنا برامج متعددة لتنفيذ هذه المبادرة، وعندنا محاور متعددة. أحد هذه المحاور المهمة جدا وبصفة خاصة المهتمة بصغار المربين والناس البسطاء كان يعني تواصل معالي وزير الأوقاف على أنه بيعرض أنه عايز نعمل مبادرة في أن احنا ندعم صغار المربين والمزارعين اللي حياتهم بسيطة في أن احنا ندلهم مشروع، بدل ما بياخد معاش شهري أو بياخد كذا، لا يبقى عنده مشروع وعنده في شكل راس ماشية أو اتنين راس ماشية، وبالتالي يقدر يعيش حياة كريمة. يرعى هذا المشروع، بنقدم له الدعم من كل الجوانب زي ما معالي الوزير قال كده إن هذا المشروع بيبتدئ. طبعا ليس دي النهاية، دي مرحلة أولى هيتم تنفيذها ونقيس كفائتها ونجاحها والدعم اللي بيقدم لها. معالي الوزير هيقدم لنا المبلغ هو ووزارة التضامن. الحقيقة يمكن كان معالي الوزير بيقول إن الجانب الاجتماعي والجانب الاستثماري، لا أنا أعتقد إن إحنا دلوقتي حتى في التضامن بدأنا نتبنى الجانب الاستثماري، لأن لا استدامة دون استثمار. يعني لو هنتبنى الجانب الاجتماعي فقط فإذا لا مواردنا هتكتر ولا هنقدر نستثمر في البشر زي ما احنا بنطمح إليه في الفترة القادمة، وزي ما الوزارة تبنت هذا المنهج حتى الدعم النقدي بنشرطه بالتعليم وبالصحة، ودلوقتي كمان بتجريم أو عدم تزويج القاصرات. فإحنا بندخل في المجتمع مع مؤيدة الخير بالتنمية، يعني إن لو الأسرة بنحاول نساعد معاها وإحنا في الآخر سبيل إلى المساعدة، بندمج ما بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. الاقتصاد المصري بما مر به من عثرات متكررة واحدة تلو الأخرى بيستنفر طاقتنا جميعا إن نعمل على التمكين الاقتصادي لكل يد عاملة على أرض مصر وبصفة خاصة في الريف. تابعنا مشاهدينا هذا التقرير، وطبعا بيوضح مدى أهمية تقديم العون لصغار المربيين، وكمان الحقيقة أن مبادرة حياة كريمة مبادرة هائلة جدا في كل تفاصيلها. اللي بيتأمل في هذه المبادرة بيعرف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم بكل التفاصيل الخاصة بأهالينا وأنهم فعلا يستحقوا حياة كريمة، أنك كمان تكون بتهتم بصغار المربيين وتقدم لهم الدعم وتوفر لهم كل احتياجاتهم سواء كان من اللحوم أو الألبان وغيره، ده شيء مهم جدا وأكيد هيساعدهم بشكل كبير. طب هنعرف كمان تفاصيل أكتر عن هذا الخبر من دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة. دكتور طارق أهلا بحضرتك. حضرتك الأستاذة أسراء، وأهلا بكل السادة مشاهدينك الكرام، كل عام وحضراتكم بخير ومصر بكل خير، ودايما بروتوكولات يا رب وافتتاحات ومشروعات قومية كبيرة يا رب إن شاء الله.
يا رب دايما. والواحد الحقيقه بيكون سعيد بالتفاصيل اللي بتحصل في حياه ابسط الناس، لانه كان زمان حضرتك عارف ان احنا على مدار 30 سنه كنا لن نشعر ابدا بالاهتمام بالمواطن البسيط في كل تفاصيل حياته، فاكيد حياه كريمه والمبادره اللي حاصله دي او البروتوكول ده هيكون ليه تاثير كبير جدا على اهالينا، فكلمني حضرتك عن يعني تقييمك لهذا البروتوكول ورايك فيه طبعا، وكمان عدد الاسر المستهدفه والعدد الرؤوس الماشيه اللي هيتم توجيهها ليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن البروتوكول دوت في اطار توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضروره تحسين السلالات الماشيه اللي هي ثنائيه الغرض اللي تناسب صغار المربيين لتوزيعها ونشرها على صغار المربيين والمزارعين بهدف زياده الانتاجيه سواء كانت من اللحوم والالبان، وبالتالي هتساهم بشكل مباشر في رفع مستوى معيشه صغار المربيين في كرة حياه كريمه، وهتوفر المزيد من فرص العمل، وهتعمل على تنميه للثروه الحيوانيه وتنميه مستدامه لثروتنا الحيوانيه لتخفيض الفجوه سواء كان من البروتين الحيواني والرؤوس سواء كان البان. احنا الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي في الالبان. يمكن انت بنقدر ما يزيد عن انتاجيتنا، ولكن ده حضرتك بيفتح لنا كمان مجال للتصدير. برضه هنلاقي البروتوكول بيوضح اهتمام الدوله المصريه وفخامه الرئيس بتوفير حياه كريمه، مش بس الخدمات، ولكن عايز اقول لحضرتك كمان تحويل الاخوه في كرة حياه كريمه من متلقيين للدعم الى منتجين. صحيح. مش بس احنا بنوفر الخدمات سواء كان تعليم او صحه او فرط صحه او مياه او كهرباء وخلافه، لكن لا بيتم كمان اهتمام الدوله وتوجيهات القياده السياسيه بتحويل زي ما قلت لحضرتك صغار المربيين في كرة حياه كريمه من متلقين الدعم الى او الاسر الاكثر احتياجا من متلقين الدعم الى لمنتجين للمنتج. برضه البروتوكول بيهدف لتوفير رؤوس ماشيه من الابقار عاليه الانتاج ثنائيه الغرض، وديت اللي وجه بيها فخامه الرئيس زي ما قلت لحضرتك لتوفرها على صغار المربيين والمستفيدين من البروتوكول. وعايز اقول لحضرتك كمان ان دي هتشمل توزيع مش بس رؤوس الماشيه، لكن رؤوس الماشيه ومعاها الخدمه البيطريه المجانيه تماما من قبل وزاره الزراعه والاشراف البيطري والصحه والرعايه، وكمان توفير مكنه الحلب الالي النقاله لكل مستفيد من البروتوكول، وتوفير يمكن تنك لتبريد الالبان بحيث ان هو الحفاظ على انتاج البان افضل جوده واعلى جوده. البروتوكول طبعا بيشارك فيه وزاره الاوقاف بتلك القيمه، بتشارك فيه وزاره التضامن الاجتماعي بتلك القيمه، الثلث الثالث بيشارك فيه المستفيد وبقرض بسيط ميسر من البنك الزراعي 5%. وده برضه عايز اقول لحضرتك ممكن كمان بيهدف الى تنميه الاسره، بمعنى ممكن يكون الاسره عندها راس ولا راسين، وبالتالي احنا بنديها راس ولا راسين تانيين فبتدعم وبتزود الانتاجيه بتاعتها. صحيح. طيب احنا كمان كنا بنتكلم يا دكتور حتى الاسبوع اللي فات على فكره التحسين الوراثي للثروه الحيوانيه، وقد ايه ان ده هيدينا انتاج اكتر، وهيكون ليه ان شاء الله دور كبير حتى ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي وان شاء الله نصدر كمان، فكيف تسمن ده وهل ده هيبقى موجود ضمن هذا البروتوكول؟ حضرتك الدوله المصريه والحكومه ووزاره الزراعه ماشيه بخطى متوازيه على عده محاور كيان واحد. يعني لما نتكلم في التحسين الوراثي وزياده الانتاج وتحسين سلالاتنا، ونعمل دائما على التنميه المستدامه مش فقط تنميه لحظيه او تطوير لحظي، لكن تنميه مستدامه. يعني لما نتكلم على التحسين الوراثي وتحسين السلالات هنتكلم على المدى القريب اللي هو بيتم استيراد عجول منتجه للحم من الخارج محسنه وراثيه سريعه النمو، بيتم تدبيرها وتوزيعها ونشرها على صغار المربيين وعلى المزارعين. بيتم كمان استيراد من الخارج
عجلات متخصصه في انتاج الالبان عاليه الاضرار للمزارع النظاميه، يمكن ديت اضرارها وكميه انتاجها من الالبان تعادل 6-7 اضعاف سلالاتنا المحليه، وبيتم كمان استيراد عجلات صناعيه الغرب ديت بتبقى متخصصه في انتاج اللحوم والالبان معا، ودي تناسب صغار المربين من ناحيه احتياجاتها الغذائيه والرعائيه، ومن ناحيه القيمه السعريه بتاعتها، ومن ناحيه تاقلمها مع الظروف والاجواء والمناخات البيئيه المصريه. كمان برضه بيتم استيراد وانتاج على فكره اصول او السائل المنوي او الماده الوراثيه لاصول وراثيه محسنه بيتم بها توقيح اصطناعي، بيتم نشر فكره وموضوع التلقيح الاصطناعي ومفهوم التلقيح الاصطناعي على صغار المربين. بيتم تنظيم عمل حملات على صغار المربين لنشر فكره والوعي بالتلقيح الاصطناعي والقيام بعمليه التلقيح الاصطناعي من سلالات محسنه وراثيا لسلالاتنا المحليه. يمكن كمان على المدى البعيد في توجيه من فخامة الرئيس بتمصير السلالات الأجنبية بتعجنها وخلطها مع سلالاتنا المحلية، أو الخلط ما بين السلالات عالية الإنتاجية صحيح المستوردة من الخارج مع سلالاتنا المحلية المتأقلمة مع ظروفنا المحلية والأجواء المصرية والمقاومة لهذه الظروف والمقاومة للأمراض ومعاتها عالية للحصول على سلالات ممتصة. يعني احنا مش هنفضل مدى الحياة نستورد، لكن احنا لو بنتابع بنلاقي ان كل سنة الحمد لله انتاجيتنا بتزيد، وبالتالي وارداتنا من الخارج بتقل. يمكن ابسط مثال يا استاذ اسراء، لما نشوف في تداعيات كورونا وتداعيات الازمة الاقتصادية الروسية، يمكن معظم دول العالم ان لم تكن كلها بتعاني من مشكلات تتعلق بالمواد الغذائيه وعدم توفرها وعدم اتاحتها وزياده اسعارها، وخاصه فيما يتعلق بالبروتين الحيواني بمصادر المتعدده والمتنوعه. لكن الحمد لله احنا ما عندناش الكلام ده خالص، احنا يمكن عندنا في توافر واتاحه لكل هذه المواد الغذائيه، اسعارها مناسبه جدا، ويمكن مصر اقل الدول اللي زادت اسعارها مقارنه بجميع دول العالم. ده بيدل بصراحة على وجود برامج وخطط بيتم تنفيذها، وبيدل على استراتيجيات بيتم تحقيقها وبيتم تقييمها وتطويرها. صحيح، احنا شايفين كمان يا دكتور ان البروتوكول له دور كبير جدا في تعزيز الاقتصاد القومي، وان هو هيحول الاسر التي تستحق الدعم الى اسر منتجه، فده شيء هايل جدا هيخلينا نقضي على نسبه كبيره من البطاله. فوضح لنا النقطه دي. حضرتك كمان يمكن البروتوكول دوت بدايه لوجود كيانات صحيح وتجمعات مع بعضها، بمعنى ان ممكن زي ما قلت لحضرتك هي مستفيدين، بس المستفيدين هتبقى الاسر الاكثر احتياجا دراسات من وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة، وبناء على هذه الدراسات بيحدد الأسر وبيحدد الأفراد الأكثر احتياجا، ثم بعد ذلك ممكن ودوت في الفكر والحسبان إن شاء الله في التخطيط يكون لهم مركز تجميع ألبان عشان يتم تجميع الألبان منهم، ممكن يكون في تصنيع لمنتجات الألبان، ممكن يكون في مجزر قريب منهم، كل ديت يبقى تجمعات وتكتلات وكيانات. تجميع الألبان كمان لما يتم بشكل آلي زي ما حضرتك أشرت يعني مؤخرا في كلامك أنه هيبقى الحلب بطريقة آلية، ده كمان هيدي للمستهلك ثقة أكبر وهيحس أنه مطمئن. زي ما قلت لحضرتك يا أستاذ أسراء، دايما احنا بنمشي دلوقتي بشكل متوازي صحيح وبأهداف واضحة. يمكن كمان في ضمن مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة للاهتمام بالريف المصري ورفع الريف المصري كفاءة الريف المصري، في المرحلة الأولى جاري تنفيذ إن شاء الله 46 مركز لتجميع الألبان نموذجي، دوت هيغطي إن شاء الله احتياجات هذه القرى ضمن مبادرة حياة كريمة والمراكز،
واحنا عارفين ان مركز تجميع الالبان هو بيعتبر بمثابه المنفذ التسويقي لصغار مربي ماشيه اللبن، واللي من ضمنهم ان شاء الله المستفيدين من هذا البروتوكول. صحيح، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه، شكرا جزيلا ليك. هنروح للخبر اللي جاي مشاهدينا وهو عن الفاو، بتتوقع انخفاضا حادا في القمح والذره والارز، وده الكلام اللي اكدت عليه وتوقعته منظمه الاغذيه والزراعه الفاو، توقعت انخفاضا حادا في الانتاج العالمي من الحبوب للعام الحالي، واعتبرت المنظمه الانخفاض هو الاكبر منذ 4 سنوات ماضيه. كمان أوضحت الفاو إنه الإنتاج سيهبط إلى 2784 مليون طن بانخفاض يزيد على 16 مليون طن عن العام الماضي، وطبعا ده رقم كبير. ومتوقع أيضا الانخفاض في الذرة والأرز برضو هيبقى فيه انخفاض ملحوظ، بينما المرجح أن تتزايد أو تزداد إنتاجية محاصيل الشعير والذرة الرفيعة. كمان اتوقعت الفاو انه هينخفض معدل استخدام الحبوب في العالم بشكل هامشي خلال هذا العام والعام القادم كمان بنسبة 0.1% تقريبا مقارنة بالفترة ما بين 21 ل 22، وكمان هو أول انكماش منذ 20 عام، فواضح جدا الفرق من 20 سنة. كمان أوضحت أن الأسباب بتعود بشكل أساسي إلى الحرب الروسية في أوكرانيا واستخدام القمح والحبوب الخشنة والأرز في الأعلاف، بينما يتم التوقع أنه بيتزايد الاستهلاك العالمي من الحبوب متواكبا مع وتيرة الاتجاهات السكانية العالمية. وعلى مستوى التجارة كمان توقعت الفاو أنه بتنخفض التجارة العالمية بالحبوب بنسبة 2.6% عن مستواها السابق من الفترة لعام 2020-21-22 إلى طبعا 463 مليون طن، وهو أدنى مستوى تم تحقيقه منذ 3 سنوات، وحتى طبعا مع بقاء توقعات التجارة الدولية للأرز الإيجابية. ده كان خبر. الخبر اللي جاي بيكلمنا عن الأرصاد. الأرصاد بتتوقع موجة جديدة، بترتفع درجة الحرارة ل 38 بالقاهرة و 44 في الصعيد، في كتلة هوائية حارة ستشهدها البلاد وحتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل على جميع أنحاء الجمهورية، وأنه من المنتظر تصل درجات الحرارة إلى 39 ل 44 درجة على محافظات شمال وجنوب الصعيد. وكذلك كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وأشارت إلى أن الكتلة الهوائية ستكون شديدة السخونة بحسب ما أوضحته صور الأقمار الصناعية، وقالت أنه مصدرها الصحراء الغربية للبلاد، ومن المتوقع أنه يكون معها رياح شمالية غربية حارة على أن يسود طقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وكمان جنوب ووسط سيناء والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية وكمان سلاسل جبال البحر الأحمر. دكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ هيكون معايا حالا على الهواء عشان يطمننا على حالة الجو. دكتور شاكر أهلا بحضرتك. ازيك يا سارة؟ أهلا وسهلا بالمشاهدين. أهلا وسهلا حضرتك. اهلا بحضرتك. الحقيقه ان احنا كنا لسه طالعين من موجه حاره، لكن على حسب تفاصيل الخبر انه في كتله هوائيه حاره هتاثر طبعا على درجات الحراره، فده هيخليني اسال حضرتك الاحتياطات اللي ممكن ياخدها الساده المزارعين عشان يجابهوا هذه الموجه الحاره. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ما زلنا في فصل الربيع، وده من احنا بنقول عليه من تداعيات الطقس او متداعيات التغيرات المناخيه، وبنشوف طقس شاذ او متطرف. صحيح. بنشوف ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره على غير معتاد في مثل هذه الفترات من السنه. احنا ما زلنا معانا اليوم 21 يونيو هيبدا معايا فصل الصيف رسميا،
فكل دي مناوشات صيفية مبكرة. كل دي مناوشات فقط يا دكتور؟ يعني كل اللي احنا فيه ده فقط مناوشات؟ مناوشات لسه ما بدأناش في موسم الصيف الفعلي أو الحقيقي. احنا لسه معنا يوم 21 ينتهي الربيع ويبدأ فصل الصيف رسميا، فما زلنا الآن في فصل الربيع. لذلك انت في أثناء الليل تلاقي درجات حرارة انخفضت جامد وفي برودة، لسه ما زلنا في فصل الربيع. فبالتالي عندي طقس متطرف، طقس غير معتاد على المناخ المصري، بالتالي فيه تداعيات وآثار كبيرة على القطاع الزراعي. لازم المزارع يخلي باله، والمربي سواء داجيني أو حيواني، فيه احتياطات بناخدها وتدابير. أولا بالنسبة للزراعات، عندي محاصيل فاكهة تماما، نخلي بالنا في فترات الحصاد و إضافة كميات المية المناسبة بحيث أن الثمار دي ما تقعش على أو يحصل فيها تساقط. عندي محصول زي الطماطم في تزهير، في عقد، في ثمار، بالتالي لازم أحافظ على كمية المية. الري في الصباح الباكر أو في المساء، الناس تخلي بالها جدا أثناء رش المبيدات. طبعا في ارتفاع درجة الحرارة، لو أنا رشيت مادة كيماوية، مبيد مادة كيماوية مع ارتفاع الحرارة يؤثر على النبات ويعمل لي حك في اوراق النباتات ولسعات وهكذا. بالاضافه ان لازم المزارع، اخواننا المزارعين، عشان بس الناس بتقعد تتهم الزراعه ان في مشاكل والخوف والمشمش والمبيدات، بس توصيه كده، نخلي بالنا من فتره بقاء المبيد او فتره الامان اللي هي بين اخر رشه وجمع المحصول. الناس تخلي بالها وتتقي ربنا في ان هو ما يضخش مبيدات قبل الجمع في فتره مناسبه حسب كل مبيد وفتره الامان بتاعته. الناس المربيين الانتاج الحيواني، طبعا لازم الحيوانات تكون في اماكن مظلله، اضافه كميات المياه المناسبه، اعطاء التحضيرات المناسبه للحيوانات. كمان قطاع الانتاج الداجيني، شوف التهويه والتبريد داخل العنابر، الفرشه، عمق الفرشه، المياه، السقيات بتاعه الدواجن، لازم المربي يخلي باله جدا لان درجه حراره شديده، فبالتالي هيبقى اقبال الكتكوت او الفرخ يعني على المياه شديد. كمان الحيوانات لازم نخلي بالنا من اعطائها كميات المياه المناسبه لان درجه حراره عاليه جدا. لازم يبقى فيه زي بالظبط النبات بيحصل فيه عمليه نتح، الانسان او الحيوان بيعرق وبالتالي عاوز يعوض الميه اللي بيفقدها عن طريق النتح او العرق في الحيوان او النبات. وبالتالي اهم عمليه بالنسبه لي عمليه الري، كمان بالاضافه ان انا بستخدم المركبات اللي بتعمل على تقليل الاجهاد الحراري على النباتات، اللي هي بعض المركبات اللي بترش على اسطح النباتات تقلل لي او تعمل على غلق الصخور وتعمل على تقليل البخر من النبات بحيث ما يبقاش عندي فقد ميه طول النهار او النبات يحتاج ميه كثيره. كل هذه الاجراءات المزارع يخلي باله منها جدا جدا، لان احنا داخلين فعلا على فتره صعبه، هيتعرض النبات غصب عننا، خاصه النباتات اللي داخله على مراحل تزهير او عقد، دي هتبقى فيها المشكله الكبيره. لذلك انا بوصي اخواننا المزارعين الاهتمام جدا 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 بعمليه اداره الري والتسميد في هذه الفتره. طيب يعني دكتور شاكر، احنا درسنا يمكن في الجغرافيا واحنا صغيرين انه الجو في فصل الصيف حار مشمس صيفا، دافئ معتدل شتاء. فالحقيقه ان الطبيعه واحوالها حتى من الناحيه الجويه، طبيعه الجو في مصر اختلفت جدا. انا عارفه كويس جدا انه على مستوى العالم مش بس في مصر التغيرات المناخيه وغيره، بس حضرتك بتتوقع ايه لفصل الصيف هذا العام؟ بما ان حضرتك وصفت انه موجه الحراره الشديده اللي حصلت في الايام القليله الماضيه انها مجرد مناوشات. اولا كل عام وانتم بخير. بالنسبه للورقه اللي انت حضرتك بتقول عليها بتاعه كتاب سنه رابعه دي، انتهت وصف المناخ المصري. انا بقول حضرتك على ايامنا احنا، فانا اكيد من يعني اكيد انتهت بالظبط، يعني حتى بالواقع اللي احنا فيه انتهت طبعا. الوصف خلاص اختلف تماما. لذلك وزاره البحث العلمي مع وزاره التعليم مع هيئه الارصاد مع الهيئات المعنيه بنبدا نعيد توصيف المناخ المصري مره اخرى، بحيث ان احنا نعيش الواقع اللي احنا فيه. فعلا الجو اختلف، حار صيف طويل الحراره وشتاء طويل البروده. بقى عندي موسمين هامشيين اللي هو الربيع والخريف، بيجوا هامشيين فقط. بالتالي
التوقعات او المؤشرات نتيجه زياده الملوثات في الجو وزياده الغازات الدفيئه، الحراره متجهه نحو الارتفاع. لذلك احنا عندنا في مصر كوب 27 اللي هي قمه المناخ القادمه ان شاء الله في شرم الشيخ في شهر نوفمبر، هي بنقول عليها قمه التنفيذ او قمه الايفاء بالعهود والاتفاقات اللي تم عليها فيما قبل ان احنا نوقف او نقلل درجه حراره 1.5 درجه مئويه الى ما قبل الثوره الصناعيه، لان احنا لو معدل الانبعاثات وارتفاع الحراره مشي بهذا المعدل اعتقد ان الحياه هتكون أسوأ واصعب على كافه القطاعات وخاصه القطاع الزراعي، لان القطاع هش وكثير او سريع التاثر بهذه العوامل المناخيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ، شكرا جزيلا ليك. وأعتقد أنه فعلا زي ما حضرتك قلت أنه إحنا محتاجين إعادة توصيف المناخ، لأنه اللي إحنا درسناه زمان ده تغير جدا مع العوامل الجوية، الأحوال الجوية بقت أكثر حدة سواء في الصيف أو في الشتاء. فخلينا إن شاء الله كده نتابع مع حضرتك خلال فصل الصيف، وأتمنى أن درجة الحرارة على الأقل يكون فيها وسطية شوية عشان حتى المحاصيل الصيفية لا تتأذى بشكل كبير. طيب هنروح على المينيا. المينيا بتعلن تحقيق المستهدف من توريد القمح بنسبة 100%، 450 ألف طن. وده الكلام اللي أعلن عنه اللواء أسامة القاضي محافظ المينيا عن توريد طبعا 460 كيلو جرام من محصول القمح، زي ما قلت لحضراتكم الأرقام في البداية بالشون والصوامع الحكومية بالمحافظة حتى أمس الأحد، وده طبعا اللي خلى المحافظة تحقق المستهدف منه من توريد القمح بنسبة 100%، وده طبعا في موسم حصاد 2022. وأكد المحافظ كمان أنه نجاح المحافظة في تحقيق المستهدف من توريد محصول القمح كان واضح جدا، وده طبعا أنه العام ده بيأتي في أكيد اهتمام كبير جدا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية وتطوير القطاع الزراعي ودعمه بشكل كبير جدا ومنظم من ناحية استخدام الميكنة الزراعية والوسائل التكنولوجية الحديثة لزيادة الرقعة الزراعية، خاصة طبعا زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية. تعليقا على هذا الخبر هيكون معنا مداخلة من دكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا فندم، ازي حضرتك؟ بخير وسعيده، وبهني حضرتك وبهني الشعب المصري كله انه لو احنا فعلا عندنا محافظات مصر كلها زي المنيا او المحافظات اللي بيتم فيها زراعه القمح وحققت 100%، اعتقد ان احنا ان شاء الله في خلال سنوات قليله جدا هنحقق ان شاء الله الاكتفاء الذاتي ونبطل نبقى من اولى الدول المستورده للقمح. فكلمني عن هذا الانجاز. اولا سلم اقول لحضرتك كل سنه طيبه، وتحياتي العاملين بقناة مصر الزراعية، وتحياتي لجموع الشعب المصري، وهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الفلاح المصري اللي هو حصاد الذهب الأصفر اللي هو القمح المصري اللي هو الأمن الغذائي المصري. هناك تكليفات وتعليمات من معالي وزير الزراعة بالمرور الدائم على مديريات الزراعة من محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحري لتعظيم التوريد من محصول القمح وحل اي مشاكل على ارض الواقع، تسمى لجان، هي لجان طرق الابواب. هناك تكليف من معالي وزير الزراعه بالمرور على محافظه الصعيد اسيوط سوهاج هنا الاقصر اسوان، كانت هناك لجنه مشكله من معالي الوزير، من المستشار معالي الوزير الاستاذ سعيد صالح مستشار وزير المتابعه والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئه، وشرفت انا بمرافقه هذه اللجنه لحل اي مشاكل توريد القمح، وكان وشرفنا بالتوجه الى محافظه المنيا. محافظة المنيا كانت هناك مفاجأة بأن وصل توريد محافظة المنيا اليوم إلى 100%، ده نظير الجهود اللي بذلها معالي وزير الزراعة والفريق المكلف بالمرور على أرض الواقع. هناك تكليفات واضحة وصريحة من معالي الوزير بالمرور على أرض الواقع وتوجيهات معالي الدكتور عباس شناوي رئيس القطاع. معالي وزير الزراعة مكلفنا بأن نتواصل لوصول لجميع مزارعي مصر لحث المزارعين لتوريد كميات القمح التي لديه بحد ادنى سيادتك، زي ما تشوف في التوسعات حوالي 12 اردب بواقع نص اردب للايراد. حضرتك هناك ملحوظه بس اقولها،
ان الدوله المصريه بتاخد القمح المصري بفلوس وترجعه للمواطن المصري ببلاش، بمعنى ان بتاخد كيلو القمح في سعر الأبداب حاليا اللي هو 885 جنيه بالحوادث التي اضيفت في العرض الاخيره التي اقرت من معالي فقامت الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المزارعين لتوريد القمح، الكيلو بحوالي 5.90 جنيه، عمال ما يطحن ويصلع في صوره رغيف بيكلف الدوله الكيلو الواحد 8 جنيهات، بيرجع للمواطن في صوره عيش مدعوم الكيلو الواحد الرغيف حوالي 90 جرام في 11 رغيف بحوالي 1000 كيلو جرام الا 10 جرام ب 55 قرش يا فندم. إذا الدولة المصرية تدعم رغيف العيش المدعوم بحوالي من 7 إلى 8 جنيهات، يعني صحيح. بتاخذ الكيلو دي بما يقرب من 7 إلى 8 جنيهات ويعود للفلاح للمواطن المصري الكيلو بحوالي 55 قرش. هناك جهود بتبذل من الدولة المصرية، فأناشد من قناة مصر الزراعية، هي القناة الأم الحاضنة لجميع الزراعيين الحاضنة للفلاح المصري بتوريد القمح من أجل الأمن الغذائي القومي للدولة المصرية. أكيد. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. هنروح لوزير الري بيتابع أعمال تأهيل خزان أسوان القديم وكمان تطوير المركز الثقافي. عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة أعمال تأهيل خزان أسوان القديم وكمان أعمال تطوير المركز الثقافي الإفريقي بأسوان ونصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية. وكمان صرح عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والري حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية، وده طبعا على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي خزان أسوان القديم واللي جاري إعادة تأهيله حاليا وتغيير نظام التحكم في بواباته لاستخدام النظام الإلكتروني، وده طبعا وفقا لبيان صحفي استعرض من خلاله عبد العاطي أعمال التطوير المتواصلة بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان وكمان النصب التذكاري. وطبعا دول من أكتر يمكن الأماكن اللي بتعتبر إنها مقاصد سياحية بارزة جدا في أسوان، حيث يضم المركز العديد من المقتنيات التي تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب. ده كان خبر تاني عن لجنة إنفاذ القانون بتستعد لموجة لإزالة 20 حالة من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وده الكلام اللي أكد عليه المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية. وطبعا للمشروعات القومية والاستراتيجية أكد على ضرورة ممارسة المحافظين لصلاحيتهم، وده طبعا في مراجعة وضع ضوابط تضمن عدم المغالاة من قبل لجان التسعير لتقنين أراضي الدولة بالمحافظات، وده أكيد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي خاصة في أراضي البناء بالقرى والنجوع وتحديدا المساحات الصغيرة، مع إمكانية مد فترات السداد الخاصة بالأقساط وفقا لما تراه اللجان المعنية تحت إشراف المحافظ. وده كان آخر خبر معانا مشاهدينا، وزي ما قلت لحضراتكم في البداية فقرتنا الحوارية هنتكلم فيها عن مكافحة الآفات الصيفية، تفاصيل كتير هنعرفها عن هذا الموضوع وعن طرق المكافحة والاستعدادات وكمان أكتر المحاصيل عرضة لهذه الآفات، كل ده وأكتر منه كمان هنعرف تفاصيل عنه في الزراعية الآن ولكن بعد الفاصل.